قصاوة هذيك ما كانتش. ايوا اش وقع هاد الغوفيرنومون هاد المخزن ديال المافيا هذاك الوقت قرروا باش يحيدوا البحيره ويحيدوا يبدلوا باش داكشي كلشي داك التغيير اللي داروا اللي كتشوفوا دابا داك التغيير كاع داكشي اللي كاع داك الباب كبير داكشي كله على قبل هذاك الوطيل على قبل هذاك الوطيل وهذاك الوطيل كان السمية ديالو كازا بلانكا اوطيل ما كانتش حياة ريجنسي قبل كانت كازا بلانكا وهما شفار هاد المافيا دايرين اليد ديالهم مع شكون هو هذاك اللي جا من الميريكان ولا شكون هو اللي فينونسي عنده الفلوس تشاركوا معاه داروا مع بارتاج باش حطوا هذاك الوطيل تما وشوف هذاك الوطيل علاش خرج على عدد ديال الناس ومجملتهم الناس ديال البحيره اسماء ديال الناس البحيره كان بوزا الله يرحمه بوزا هو اللي كان الغارديان ديال الطوبوبيلات كان باركينغ ديال الطوبوبيلات كان مصطفى حينش الله يرحمه كان ابراهيم شليحه الله يرحمه كان ناظر ابراهيم كان العربي كان سوكارنو ما عرفت واش باقي في الحياه ولا توفى كان الكموري طويل كانت عنده عين وحده كان ضاره واحد العين كان مصطفى حينش كان با الوليد عندي انا ابراهيم كيقول لي ابراهيم الكموري ابراهيم كان بودريسه كان واحد السيد راه تحول جديده واش باقي في الحياه ولا توفى سميوه دريس راه كانوا عنده سنان ديال الذهب راجل طيب الله يعمر هذا تحول جديده كان واحد السيد كان واحد السيد راه مشى بكري هو من البحيره مشى كيسوق الكار ما عرفت السميه ديالو العربي مات مسكين في الطريق ديال النواصر كان مشى يجيب مراته الله يرحمه الناس طيبين هادو كان بوت عبد الملك بوت عبد الملك اللي كيساكن بوسبير هذاك مشى بكري من البحيره هو هذا كان صاحب ترواكر بوت عبد الملك فارويس با كان مع الطبقه ديال الوالد كيديروا داكشي ديال الطرواكر كان دريس كان دريس اللي عنده سنان ديال الذهب كان اش نقول لكم كان ابراهيم اللي عنده جلسه على جلسه ابراهيم القصير حتى هو كانت عنده ضره واحد العين كان عنده جلسه في هادشي كنقول لكم هاد الناس كانت عنده جلسه جيت السماط ديك القهوه ديال السماط اللي داروا جديده كانت عنده جلسه تما اللي مراته سعاد ما عاد سعاد واش باقا في الحياه ولا كانوا الناس كثار هاد الناس اللي كنذكر لكم انا كان سي محمد الكيحل الله يرحمه ولادو راهم باقين راهم من العائله ديالنا دابا من لافامي ديالنا سي محمد الكيحل سي محمد الكيحل كان واعد هو هاد الناس اللي كنذكر لكم انا راه خاصكم تشوفوا خاصكم تعرفوا الدراري ولاد البلاد هاد الرجال اللي كنقول لكم كانوا رجال واعرين ها بن عيسى الله يرحمه بن عيسى حتى هو توفى الناس كاع توفوا كلهم مساك الله يرحمهم هاد الناس كنقول لكم انا راه باقين عندهم ولادهم ابراهيم مسكين راه دا توفى حتى اللي انا شفتو انا في جيت من لاسويس وتلاقيت معاه ولكن انا درت معاه فالطا وعدتو باش نمشي عندو للدار عطاني ادريس وما مشيت معاه ساليت الله يسمح ليا وصافي راكم بعدا نتعرف على ولادو راه ولدو بوليسي كانوا ساكنين حدا الجامع راه الدار ديالو ساكن الجامع على الطريق ديال درب كناوة في الدخلة في البداية يعني جيت من الصباط هو كان ساكن تما ابراهيم الله يعمر هذا اش غنقول لكم هاد الناس كنقول لكم راه ولادهم غادي يشوفوا هاد الفيديو الا شافوا هاد الفيديو راه ولادهم راه كنسلم عليهم بزاف 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 كنسلم عليهم وراه كنفكرهم كنتفكر والديهم وكنتفكر انا كنتمنى يعلقوا لي يجيو عندي الفيسبوك يعلقوا لي التصاور ديال الا عندهم شي تصاور تما يعلقوهم ليا باش ندير لهم واحد الفيديو انا على يقين عندهم تصاور تما ديال والديهم داكشي على كل حال انا غادي نرجع تاني نقطع هنا ورجع باش ما نطولش المخزن ديال المافيا اللي كان هذاك الوقت قرروا سيدي باش يحيدوا البحيره ويحيدوا داكشي ويحيدوا الطوبيسات ويحيدوا الفرماسيان ويحيدوا داك الجاليري ديال بني مروك هذاك الجاليري يكون بقى دابا راه متحف غادي يكون متحف السينما فوكس يكون بقى دابا تولي متحف
على كل حال خرجوا على ديك الدنيا كلها على قبل هذاك لوطي، يعني الناس كرات لا كوريبسيون وما عندهم سوق، مات العساكري مساكين اللي كان كيبيع الحوايج. من بعد هذيك حيدوا هذيك 69 70 ماتوا الناس بزاف بالفقسه، واللي حاولوا اللي عطاهم الضرب غلف، اللي عطاهم الحوانت في الضرب غلف راه مشاو الضرب غلف وصافي استافدوا وصافي، اللي بقاو تما حتى ماتوا بالفقسه وصافي، راه هما ولادهم اللي باقي تما في الضرب غلف الى باقي. واش غنقول لكم، الوالد عندي، رجعوا للقضيه ديال الوالد، الوالد عندي ملي في 69 كان الحاج الكوميسير الحاج اش اسمه الله يفكرنا في الشهادة، الحاج بريك الله يرحمه، كان الحاج بريك هو الكوميسير ديال المعارف سنتر ديال المعارف، والحاج بريك سنتر ديال المعارف كان صاحب الوالد عندي انا. وبغيت نقول لكم واحد القضيه، انا كان كيعاود لي الوالد الله يرحمه كان كيعاود لي على ادريس البصري، كيعرف ادريس البصري ودريس البصري كيعرف الوالد. انتم ما كتعرفوش على ادريس البصري اللي كان اللي كان اللي كان الوزير ديال الداخليه، راه كان كاتب، راه كان كاتب في الكوميسيريا سنترال، حيت الوالد قال لي انا هاد القضيه باش غير نعرف انا هاد القضيه. الوالد قلت الوالد عندي راه بكري هو ملي كان صغير هو كيطايف، الطايف اللي كيضرب شي واحد كيضربو ملي كيضرب شي واحد بكروشي ما كينوضش ما كينوضش. هذاك الوالد عندي انا هذاك الوقت لو كون كنلقى شي شي واحد وترينا به البوكس غيكون بحال داكشي ديال الطايزن ولا كثر، والله العظيم كثر من داكشي ديال الطايزن. ترى ملي كيعاودوا لي راه الناس دابا يشوفوا الفيديو ويقول لك انا كنكذب ولا يقول لك الحق. طيب قال لك ملي كيضرب بنادم وشتو انا ماشي ما شتوش، شتو ماشي عا كيقول لي راه شتو ملي كيطايف. طيب ملي كيضرب بنادم كيضربوا داك الكروشي كيجيبوها من هنا ما كاينش شدو بزاف، ملي كيضرب بنادم من هنا كتسمع تصد، والله العظيم ملي كتسمع الضربه ديال بنادم ما كي تيدوخ مالا شدك وقجك مشيتي. بالاختصار اختصار كان صعيب 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 صعيب، وكان جينيرو كان قلبو يعطيك خصك الفلوس، فلوس تداوم ليها الناس. شتي هاد الناس اللي قلت لكم، انا ذكرت لكم على اصحاب البحيره، لو كون بغاو يشريو النص ديال المدينه، النص ديال المدينه يشريوها، راه بات عبد الملك بات فارويس راه شرا شي 4 ولا 5 ديور الوقت بكري. هادو راه كيلعبوا داكشي ديال طرواكار والسويرتي وداكشي كيلعبوا مع الامريكان، كانوا كيجيو الامريكان كان ما كيلعبوش، ما كيبغيوش يخليو مغربي يجي يتدخل معاهم ولا شي حاجه، ما كيبغيوش كيجي شي مغربي كيجرو عليه ما تيبغيوش. ايوا سيدي ملي جات هاد القضيه هاد القرار ديال هاد الخطافه هاد المافيا هادو، شتو عباد الله شتو عباد الله من البحيره. وهذاك الوقت 1969 الحاج بريك في 70 1970 خدا لا روتري خدا التقاعد، وجا الكوميسير بالوادي. وبالوادي شكون هو بالوادي؟ بالوادي هو خو المرا، خو المرا ديال وفقير، خو المرا بالوادي هو اللي نسيبو هو وفقير، وداكشي علاش هو عنده جاتو كوميسير. وهاد بالوادي كان كيقطع كان كيكريسي كان كيكريسي، دا عباد الله رزقه بواحد اليهودي دا ليه حانوت ديال الذهب. واحد شي ناس اخرين ما سمعت عليهم انا ما عقلتش، وكان شليحة بو كلب الا دار على شي حاجه على شي طرحم قال لك ولا تذكروا ابواتكم بسوء. ما بغيتش نخرج الهضره خايبه لانه توفى. مشى قال مشى هضر مع كوميسير بالوادي مع بالوادي، ما عرفت كيفاش الاتصالات ديالو اتصل بيه، لان شليحة بو كلب كان برقاق، كان برقاق اكبر برقاق كان في الدار البيضاء. وملي جا هذاك بالوادي كيخدم مع بالوادي قال لي حقا الوليد عندي انا اسمه ابراهيم، قال لي حقا ابراهيم راه عنده كفر فور في الدار وراه عنده الذهب والفلوس، قال لي خصنا نشوفوا كيفاش تن. وانا هما قنعوا الوليد فخ داروا ليه صوبوا ليه رابور بانه واش داروا رئيس ديال العصابه ديال الشفاره ولا داكشي ما عرفت كيفاش الرابور. داكشي هاد الهضره اللي كنقول لكم انا الا كان شي مسؤول في الكوميساريه سنترال انا كنعطيك الاذن، هادشي اللي كنقول انا نتحمل انا مسؤوليه، راه باقي في الارشيف داكشي، دخل في الارشيف وتشوفوا. الوالد عندي انا دوز عامين في الباطل، عامين دوزو صيفطوه للحبس في الباطل، وملي صيفطوه للحبس جاو للدار وجا فيها الانسبكتور بوشرطه وجا فيها الكوميسير مصطفى
مصطفى شي حاجه راه واقيلا بن بريك. اه جا فيها بن بريك، جا فيها بوشرطة، وجا فيها بن بريك، وقيل مصطفى شي حاجه ما عقلتش، وما عرفتش شكون الانسبكتور الاخر اللي جاو. هادو كيعرفوا الوالدين ديالنا، كيعرفوه هما اللي جاو دوه من الدار، وهما اللي جاو دو الكوميساري ديال المعارف ديال لا بي جي، وكيعطوه داروا ليه الطياره، كان ديك الساعه الطياره، داروا ليه الطياره وكيعطيوه، كيديروا ليه الماء الشيفون، الماء الشيفون وكيعطيوه الرجل، كيعطيوه وتيقول لي قر لينا شكون انت، شكون انت، مع من، اش كنتي كدير، وفين خوتي، وشنو العصابه ديالك. ملي تبغي تقول لينا هز يديك، لانه كيديروا ليه الشيفون، يديروا ليه الماء، وكيعطيوه بلاصه. والوالد عندي انا ملي تياخذ كيضربوه كيهز يديه كيوقفوا، والكوميسير هذاك بالوادي راه باقي واقف، وتيقول ليه شكون العصابه، شكون العصابه، قول لينا انت مع من درتي هذه العصابه، اسمو. تيقول الوالد عندي الله يرحمه، تيقول ليه انت، تيقول الكوميسير انت، انا درت هذه العصابه معاك انت. تيقول لي هكذا، وكيبقى يعطيو عياو، اللي عياو صافا عياو. الوالد عندي انا في شي شكل عياو معاه. في الاخر هي هذيك حبسوا، داروا الرابور ديالهم التقرير ودفعوه، دفعوه. هي هذيك خدا فيها عامين. شوف هذه الحكومه ديال الباطل، هذه المافيا، هذه المافيا اللي عندكم، شتي هذه المافيا اللي عندكم راه عندكم من بكري، راه شتي هذه المافيا اللي باقا تما عندكم دابا، راه الخماج ديال المافيا اللي دازت، راه ما تحطوش اللومه على 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 محمد السادس، ما تظلموش محمد السادس، ما تظلموش على الاخوان. انا كنقول لكم بلاتي انا حبس، انا نعاود نجي ثاني.